انضم الينا مازن الشامي مراسل شبكه شام الاخباريه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي مازن، اذا ثبات للمجاهدين على جبهات حي جوبر الدمشقي وانباء كاذبه من وسائل النظام تحدثت عن سيطرتها على هذا الحي. نعم. نعم، منذ قليل يعني منذ تقريبا نصف ساعة كنت على جبهة حي جوبر. حقيقة أريد أن أطمئن أهلنا في سوريا أن جبهة جوبر ممتازة جدا والاستوار معنوياتهم عالية على عكس ما يروج له إعلام النظام ونشطاء الفيسبوك. حقيقة في هذه اللحظة تجري اشتباكات عنيفة على جبهات طيبة من الجهة من الحي بمؤازرة المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية التابعة للنظام، واليوم طيران الإجرام الأسدي نفذ أكثر من 6 غارات جوية على الحي. ولم نظام يقول اليوم أنه سيطر على منطقة طيبة، لكن الثوار ما زالوا مرابطين ويمنعون أي تقدم للنظام على هذه الجبهة. منذ قليل تقريبا منذ 45 دقيقة بالضبط استطاع الثوار بتدمير دبابة كانت تحاول التقدم من جهة طيبة، لكن الحمد لله كان الثوار لها بالمرصاد ودمروها تدميرا بالفعل أحرقوها. وإلى الآن الدخان الأسود لا زال يتصاعد من هذه الدبابة التي دمرها الثوار. أيضا بالنسبة لجبهة شرق دمشق الاشتباكات لا زالت متواصلة على جبهة المتحلق الجنوبي من جهة زملكا وجوب وصولا لعربين ومحيط فرع المخابرات الجوية في حرسة، بالتزامن طبعا مع قصف متقطع اليوم كان يصال المنطقة مع تنفيذ عدة غارات جوية على هذه الجبهات. وباعتراف النظام اليوم تم قتل 15 عنصر داخل فرع المخابرات الجوية، عرف منهم أمس العقيد علي إبراهيم. أيضا انفجر اليوم يعني قامت كتائب نفذ استهداف أطراف بلدة العربين بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد على أطراف المدينة، كما أن طيران الأسد استهدف منذ قليل مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حموريا، وذلك بغارة جوية أصابت قبة المسجد وأدت إلى أضرار كبيرة في القبة، مما أسفر أيضا عن سقوط العديد من الجرحى الذين سقطوا هؤلاء في محيط المنطقة التي ارتفع النظام في جنوب الغوطة الشرقية وبالتحديد في بلدة الزين. تدور اشتباكات على أطراف البلدة الشمالية والملاصقة لبلدة حديث الأجاف، طبعا هذه الاشتباكات منذ 3 أيام بالتزامن مع قصف الدبابات بين الحين والآخر. يعني اليوم النظام يحاول حشد قواته على من جهة زبدين لاقتحام البلدة، لكن الثوار هناك صامدين، لذلك يعني عبر قناتكم الآن نوجه نداءات إلى الثوار المتواجدين في الغوطة الشرقية، نقول لهم إن بلدة زبدين الآن في خطر، لذلك نتمنى من ذهاب تعزيزات لمؤازرة الثوار المتواجدين هناك. أيضا صباح اليوم قامت كتائب الأسد بالقصف. نعم، نلاحظ أن النظام بدأ يستشعر بالخطر في العاصمة دمشق بعد المضاغطات لعدة أحياء وقتلى بالجملة، نلاحظ قتلى برتب كبيرة على أيدي المجاهدين، إذن حالات ارتباك وذعر في صفوف النظام مما دفعه إلى حشد هذه الحشود الكبيرة المدججة بالميليشيات الشيعية. نعم، يعني حقيقة اليوم هناك تعزيزات من النظام على جبهة جبر وخاصة في ملعب العباسيين. اليوم ملعب العباسيين يعني يعج بالمقاتلين من حزب الله وإيران وبعض العناصر من النظام في محاولة منهم لاقتحام حي جوبر، لكن كما لاحظنا يعني إعلام النظام يقول أنه سيطر على 90% من حي جوبر. حقيقة يعني أول أمس أريد أن أقولها على الإعلام، حقيقة أول أمس الثوار استعادوا 20 منزل في جبهة جوبر، لا أريد أن أحدد المنطقة كي لا يستهدفها النظام، 20 منزل استعادها الثوار في جبهة جوبر أول أمس. نعم أخي مازن، إذا ثبات للمجاهدين على هذه الجبهات الطويلة في العاصمة دمشق، النظام مدجج بالسلاح همجية في قصد بالدبابات والمدرعات على الأرض بالتزامن مع تحليق مكثف ورمي للبراميل وأيضا الطيران الحربي صواريخ الميج وسيخوي، ولكن هذا لم يضعف من عزيمة هؤلاء المجاهدين الأبطال في العاصمة وريفها.
نعم بالفعل، يعني اليوم كتائب الاسد المجرمه يعني لم يعد لها وجود على الارض. نجد جميع القتلى او معظمهم من الميليشيات الايرانيه والعراقيه، اضافه لميليشيات حزب الله. يعني هذه الميليشيات الصغيره هدفها الظهور الاعلامي والتصوير فقط. كل من يقاتل الان على الجبهات لحمايه كرسي بشار المجرم هم اجانب من كما ذكرنا من ايران وافغانستان ولبنان ومن شرق اسيا، لكن الحمد لله يوميا هناك قتلى بالعشرات كما لاحظنا امس. كان هناك العشرات من القتلى على جبهه حرس، استطاع الثوار من تصديقهم بطاقات الشخصيه، يعني معظمهم من لبنان ومن ايران ومن عده دول عالميه، هؤلاء يريدون الدفاع عن كرسي بشار مسرب. لا احد يعلم، نحن الان يعني ناشدنا ونناشد الدول الاسلاميه، يعني اليوم السنه في سوريا يقتلون على ايدي هؤلاء المجرمون. لماذا هذا الصمت من الاسلام والمسلمين المتواجدين والذين يعدون باكثر من مليار مسلم؟ لماذا هذا الصمت على قتل المسلمين في سوريا؟ نريد الدعم المعنوي والمادي للجبهات وللقاده العسكريين، او ليس القاده العسكريين بل للجبهات. يعني اليوم جبهه رغم السلاح القوي للنظام بالطيران وصواريخ الارقام، نلاحظ ان الثوار لا زالوا صامدين بالبنادق فقط، يعني لا يوجد على جبهه جبر سوى البنادق. وبعد قذف الار بي جي اليوم تم تدمير دبابه بقضيه الار بي جي، يعني حقيقه كانت الثوار باسلحتهم الخفيفه بالفعل استطاعوا صد هؤلاء المجرمين باقتحام حجوبر والغوطه الشرقيه. نعم، ايضا اخي مازن، بالنسبه لي يعني انت تحدثت عن التخاذل، هذا الامر معروف، ولكن باذن الله نحن نسير بمشيئه الله. ايضا هل لديك معلومات، هناك انباء عن عمليات استشهاديه نفذها ابطال جبهه النصره في حواجز الميليشيات الشيعيه في القلمون؟ ميليشيات نعم، يعني امس لاحظنا انتشار الاخبار على الفيسبوك بان حاجز الصيف قد دمر، لكن الى الان لا يوجد تاكيد من النشطاء المتواجدين هناك. حقيقه نريد من النشطاء المتواجدين على الفيسبوك التاكد من اي خبر يريدون نشره، يعني هذا الخبر الى الان لم يتم التاكد منه، نحاول التاكد، لكن الى الان يعني حجز الصيفه ليس لدي اي اخبار. لذلك عبر قناتكم نتمنى من النشطاء يعني مثل هذه الاخبار ان يتاكدوا منها بمقاطع الفيديو، اضافه يعني لان لا يشتموا الثوار المتواجدين على الجبهات. حقيقه الثوار المتواجدين على الجبهات الاهليه التي يتدونها اشرف من هؤلاء الذين يحاولون أخي مازن، يعني كالعادة نوهنا سابقا بالنسبة لهؤلاء، يعني البعض يتحدث لماذا سقطت المنطقة الفلانية في حلب ولماذا سقط حي جوبر ولما، يعني وأنت تجلس على الفيسبوك وحسبي الله ونعم الوكيل. أخي مازن، يعني الكلمة الأولى والأخيرة هي للمجاهدين على الأرض، هؤلاء يعني يشعرون بالفخر. أخ مازن، المقاتلين على الأرض هم يدافعون عن أعراضهم وشرفهم ويدافعون عن الإسلام والمسلمين، أما البعض يعني هؤلاء الشباب الذين لا نشمل الجميع يخرجون في الخارج ويتحدثون عبر الفيس وينظرون، هم يتمنون أخي مازن أقسم بالله العظيم يتمنون أن يكونوا على جبهات القتال ولكن لا يستطيعون، هم جبناء. أيضا سؤال آخر أخي مازن، ما هي أخبار أهلنا الصامدين في الغوطة وفي أنحاء العاصمة؟ يعني حقيقة كما ذكرنا هناك بعض انتشار الأمراض كحمى التوفيد والمرضية، ننوه يعني هناك نقص في المواد الطبية وخاصة لهذه الأمراض، يعني ناشدنا وناشد المنظمات بإدخال هذه المواد لكن دون جدوى. يعني الآن نحاول علاج المرضى أو المصابين بهذه الحمى بالأدوية يعني المنتشرة في الطبيعة، ليس أكثر من ذلك. حقيقة نريد أن نكمل ما ذكرنا. صناعية وصواريخ ظلية وصواريخ ألفين، يعني معارك العاصمة دمشق هي معارك استنزاف بشكل عام، ولا يمكن يعني تمثل بأي منطقة يعني
يعني نظام مثل كرسان سلاح جوية عسكرية قوية، لذلك يعني يحاول الثوار يعني يعني اقتحام واخذ بعض المراكز ومن ثم الانسحاب. يعني الحرب ليست للحفاظ على اي مناطق او ثبات للمجاهدين، لان المستوى العسكري بين الطرفين غير متوازن ابدا، ومجاهدي البوطل يعني يقاتلون باقل الامكانيات وهم محاصرين من اكثر من سنه، من سنه حتى وسنه ونصف، يعني الكل يعلم البوطه الشرقيه محاصره منذ سنه ونصف، والسلاح الذي بيد الثوار هو سلاح اغتنام، ان كان من كتائب نسب في الدخانيه او حتى في عازره او حتى في حرسه. نعم. نحن نعلم يعني الثوار الحقيقيين وشرفاء الثورة يعلمون ما هي جبهة العاصمة دمشق والغوطة. نحن نعلم أن في بداية الأحداث كنا نتمنى أن تخرج مظاهرة في العاصمة من كثرة التشديد الأمني، نعلم أن كل فرد أو كل شخص في العاصمة دمشق موضوع عليها عنصر أمن ومخابرات، ولكن بفضل الله اليوم أسود الجيش الحر تقدموا إلى قلب العاصمة دمشق ويسيطرون على أماكن، هذا نصر عظيم، وهم من يباغتون العصابات الأسدية. نعم لاحظنا ذلك يعني منذ قليل، يعني كما ذكرت كنت على جبهة الجبر، وان شاء الله بعد قليل سوف ابعث المقاطع لكم. يعني حقيقة انا تفاجأت، يعني اليوم ذهبت الى حي جوبر لتتفقد الامور، يعني الاعلام والانشطاء الفيسبوك يقولون ان جوبر شبه انتهت. حقيقة النظام لم يتقدم، تقدم منذ حوالي 7 ايام، لكن اول امس الثوار استعادوا حوالي 20 بناء. يعني الامور ممتازه في حي جوبر، لماذا هذا الاعلام من قبل انشطاء هؤلاء الذين يقولون ان حي جوبر انتهى وحي جوبر، واضافه لاعلام النظام، يعني امس كانت الاعلاميه الاولى لبشار المجرم لونا شبل اعتقد اسمها، كانت في اجتماع مع القاده الكبار من النظام تقول لهم نريد اعلام، يعني الحرب نريدها اعلاميه اكثر ما هي بالسلاح، لان لرفع معنويات جنودهم المجرمين الذين يقاتلون على الجبهات، يعني هم يريدون الان الاعلام هو الذي يحارب وليس السلاح. إذن أخي مازن، إذن كما ذكرت لك الكلمة الأولى والأخيرة للمجاهدين على الأرض، ونتمنى السلام والثبات للمجاهدين، حتى إذا ذهبت مناطق هذه حرب كر وفر هناك قادة عسكريين هم من يحددون بقاء الحر في المنطقة أو انسحابهم تكتيكيا، وبالأخير إن شاء الله النصر لأسود الجيش الحر.